متى 10. ونادى إليه تلاميذه 12 وأعطاهم سلطة ليطردوا الأرواح الشريرة ويشفوا من كل مرض وداء. وهذه أسماء الرسل 12: أولاً سمعان الذي يدعى بطرس، وأندراوس أخوه، يعقوب بن زبدي ويوحنا أخوه، فيليب وبرتلمي، توما ومتى جابي الضرائب، يعقوب بن حلفي وتداوس، سمعان الغيور ويهوذا القريوطي الذي خانه. هؤلاء 12 أرسلهم عيسى وأوصاهم وقال: لا تذهبوا إلى الأجانب، ولا تدخلوا أي مدينة سامرية، بل اذهبوا إلى خراف بني إسرائيل الضالة، وبشروا في الطريق وقولوا: أوشك الله أن يقيم مملكته، اشفوا المرضى، أقيموا الموتى، أبرئوا البرص، اطردوا الشياطين، أخذتم مجانا فأعطوا مجانا، لا تأخذوا نقودا في جيوبكم، لا من ذهب ولا من فضة ولا من نحاس، لا تأخذوا مزودا للطريق ولا ثوبا إضافيا ولا حذاء ولا عصا، لأن العامل يستحق طعامه. وأي مدينة أو قرية تدخلونها اسألوا فيها عن واحد يستحق أن يضيفكم، وأقيموا عنده حتى ترحلوا من هناك. وحين تدخلون الدار قولوا سلام، فإن استحق أهلها يحل سلامكم عليهم، وإن لم يستحقوا يرجع سلامكم إليكم. ومن يرفض أن يقبلكم أو أن يسمع لكم فاخرجوا من تلك الدار أو تلك البلدة وانفضوا الغبار عن أرجلكم. أقول لكم الحق، ستكون حالة سدوم وعمورة في يوم الدين أسهل من حالة تلك البلدة. أنا أرسلكم مثل خراف وسط ذئاب، فكونوا حذرين كالحيات ولطفاء كالحمام. احذروا من الناس، فإنهم يأخذونكم إلى المحاكم ويجلدونكم في بيوت العبادة ويحضرونكم أمام حكام وملوك بسببي، لتشهدوا لهم وللأجانب. ومتى أخذوكم فلا تقلقوا على ما يجب أن تقولوه ولا كيف تقولونه، في ذلك الوقت يعطى الكلام لكم، فلستم أنتم المتكلمين، بل روح أبيكم يتكلم فيكم. ويسلم الأخ أخاه للموت، والأب ابنه، ويقوم الأولاد على والديهم ويقتلونهم، ويكرهكم جميع الناس بسبب اسمي، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. ومتى اضطهدوكم في مدينة اهربوا إلى غيرها، لأني أقول لكم الحق، قبل أن تنتهوا من كل مدن بني إسرائيل يأتي الذي صار بشرا. ليس التلميذ أعلى من معلمه، ولا العبد أعلى من سيده. يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه والعبد كسيده. إن كانوا قد لقبوا رب الدار ببعل زبول، فلا شك أنهم يفترون أكثر على أهل داره. فلا تخافوا منهم، كل مستور يعلن وكل سر يعرف. ما أقوله لكم في الظلام قولوه أنتم في نور النهار، وما تسمعونه همسا في الأذن نادوا به من على السطوح. لا تخافوا من الذين يقتلون الجسم لكنهم لا يقدرون أن يقتلوا النفس، بل خافوا من القادر أن يهلك النفس والجسم معا في الجحيم. يبيعون العصفورين بفلس، ومع ذلك لا يقع واحد منهما إلى الأرض بغير علم أبيكم. أما أنتم فحتى شعر رؤوسكم معدود كله، فلا تخافوا، أنتم أغلى من عصافير كثيرة. كل من يشهد لي قدام الناس أشهد له قدام أبي الذي في السماء، وكل من ينكرني قدام الناس أنكره قدام أبي الذي في السماء. لا تظن أني جئت لأبعث السلام في الأرض، ما جئت لأبعث سلاما بل سيفا. جئت لأبعث الخلاف بين الابن وأبيه، والبنت وأمها، وزوجة الابن وحماتها، ويكون أهل الإنسان أعداءه.
من أحب أباه أو أمه أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من أراد أن يحفظ حياته يفقدها، أما من فقد حياته في سبيلي فإنه يجدها. من يقبلكم يقبلني، ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني. من يقبل نبيا لأنه نبي ينال أجر نبي، ومن يقبل رجلا صالحا لأنه رجل صالح ينال أجر رجل صالح. وأقول لكم الحق، من يسقي أحد هؤلاء الصغار ولو كأس ماء بارد لأنه تلميذي فلن يضيع أجره أبداً.